بعد الخناقه اللي احنا عملناها دي انا هخرج وارجع الاقيكي واخده شاور ولابسه احلى قميص نوم عندك عشان انتي وحشاني قوي وهموت عليكي. نسيت اقولك فرح سما يوم الخميس اللي جاي ده مش تهديد ده امر. حبيبتي يا سما قومي اغسلي وشك. مش عايزه حد يتكلم معايا. ممكن لو سمحتوا بعد اذنكم تسيبوني لوحدي؟ نسيبك لوحدك ازاي في الحاله اللي انت فيها دي؟ بس ايه يعني؟ ما احنا كل واحد عايش لوحده من زمان، ايه المشكله يعني؟ سمعتي يا دادا؟ سمعتي كان بيقول ايه؟ سمعت. ده انسان مريض وواطي. هو الانسان المريض الواطي ده مين اللي دخله بينا؟ مين اللي خلاه يقعد في القصر؟ مين اللي سمح له بكده؟ مش ماما اللي سمحت له بكده؟ انا خايفه قوي، ما بقتش فاهمه حاجه، ما بقتش فاهمه ايه اللي بيحصل هنا ده. كل حاجه في البيت ده بقت بتخوف. ما اعرفش الكلام اللي كنت بسمعه من ماما عن جدتي ده بجد ولا كذب ولا ايه بالظبط. عارفه يا ايمان، عارفه ايه اللي وجعني اكتر من الضرب بكتير؟ الكلام اللي كان عمال يقوله. ماما اكيد ما حبتش بابا. ماما لو حبت بابا كانت حست بقيمه كل حاجه حواليها، لكن هي للاسف ما حستش ولا حبيته اصلا. لا، كل الكلام ده كلام فارغ. رماس هانم احسن ست في الدنيا دي كلها. هو اللي واطي وضحك عليها. كفايه بقى يا دادا، كفايه الكلام ده. محدش ضحك عليها ولا حد يعرف يضحك عليها. رماس هانم دي الجبل اللي ما بتتهزش. ماما دي لما كانت بتشخط واحده فينا كلنا كنا بنترعب وبنخاف. عارفه يا ايمان اكتر واحده فهمت العيله دي صح مين؟ ديما. عشان كده هي مش موجودة دلوقتي، اشترت دماغها، مش شايلة أهم حاجة. كانت بتقول لي مرة أنا مش عايزة أبقى زي ماما، مش عايزة أعيش وأنا مقسومة نصين، مش عارفة أنا عايزة إيه. حسبي الله ونعم الوكيل. كفاية بقى يا حبيبتي، كفاية. شفت يا نبيلة اللي عمله؟ أنا مش مصدقة. كنت متوقعة إيه غير كده؟ أنا ما كنتش بحب أتكلم عشان أنا في الآخر بشتغل هنا ومليش إني أتكلم غير في حدود، لكن أنا خلاص أنا هتكلم ومش هسكت حتى لو هتطرديني عشان خاطر البنات، مش عشان خاطر أي حاجة تانية، ولا العشرة ولا اللي بيني وبينك واللي انت ما حطيتيهوش في الاعتبار. كنت عاوزه ايه؟ كنت فاكره ان واحد زي سامي ده هيتجوزك ليه؟ اسكتي يا نبيله. لا مش هسكت، انا هتكلم زي ما انا عايزه وانت هتسمعيني. لازم تعرفي ان مش بس انت اللي بتفهمي، في ناس كتير قوي حواليكي بيفهموا وعارفين الصح من الغلط. انت غلط طول الوقت، غلط. عارفة حاجة الوحيدة صح عملتيها في حياتك هي جوازك من كمال بيه. كان ممكن يبقى زي ما انت عايزة، كان ممكن يتعلم ازاي يتكلم، ازاي يبقى ابن زوات، ازاي يبقى ابن عز، كان ممكن يتعلم حاجات اكتر بكتير من كده. بس انت ما كنتيش شايفة كل ده، انت كنت شايفة قليل، شايفة ما يستهلكيش، ما يستحقكيش. انت بس الوحيده اللي بتعرفي كل حاجه، وانت بس الوحيده اللي الناس لازم تتطلها عشان انت الهانم. انت شايفاني كده يا نبيله؟ انت لازم تفوقي يا رماس هانم. السرايا دي تاريخها خلاص، ما عادش يهم حد. الناس ممكن تيجي تشوفها، تتصور فيها،
تسمع حكايات عنها، لكن لا انت ولا بناتك ولا اللي عايشين فيها يهموا اي حد. انت ضيعتيهم. انا كنت عايزه احافظ على بيتي، كنت عايزه بناتي يحسوا انهم احسن من كل الناس اللي حواليهم. اللي عاوز يعيش في السرايات لازم يعلي اللي حواليه، مش يحتقرهم. علشان يعيش بيه ولا باشا ولا هانم، لازم كمان كل اللي حواليه يعلمهم ازاي يبقوا بشوات وبهوات وهوانم. طول ما اللي عايشين في السرايات بيحتقروا اللي عايشين بعيد عنها، عمر السرايات ما هتبقى سرايات يا هانم. رايحة فين؟ أسيبك ترتاحي، أنا عارفة إن أنتي ما بقيتيش عاوزاني بعد اللي قلته. مين اللي قال؟ ده أنا عايزاكي قوي دلوقتي أكتر من الأول. يبقى هنقعد ونتكلم. لازم تعرفي عشان تبقي هانم لازم كل اللي حواليكي دول يرتاحوا ويحسوا إن السرايا دي بتاعتهم. أيوة، عشان مش عيب إن أنتي تبقي فوق، مش عيب إن أنتي تبقي صاحبة السرايا، بس اللي تحت كمان لازم تراعيهم، تاخدي بالك منهم، تاخدي رأيهم مش تدوسيهم. يعني إيه؟ أقصد بناتك، موظفين اللي عندك في الشركة، وكل الناس اللي حواليك يا ريماس هانم. أرجوك أرجوك يا نبيلة ما تسيبينيش دلوقتي. حاضر. تسيبيني واقف كده على الباب؟ لا، بس أنا عمري ما تخيلت إنك ممكن تجيلي البيت. كنت عاوز أتكلم معاكي. كنت اتصل بيا. طيب خلاص همشي. لا لا، مش قصدي. اتفضل اتفضل. اتفضل. أكيد يعني في حاجة مهمة قوي خليتك تيجي لحد هنا، وأكيد أنا كمان مهمة عندك، يعني عشان تيجي وتتكلم معايا وتجيلي البيت من غير حتى ما تكلمني في التليفون. كنت هتقولي لأ؟ لأ على إيه؟ إن أجيلك. آه، يعني أنت عارف إن أنا كنت هقول لأ. سيلين، أنا قعدت أدور على أي حد أتكلم معاه وأفضفض، ملقتش غيرك. بخاف منك.